النمام لا يطاع، والنمام لا يؤتمن يا عباد الله، النمام لا يطاع، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النمام لا يؤتمن لأن النمام صاحب وجهين والعياذ بالله، يأتي بلسان الناصح المصلح المشفق، وهو في الحقيقة خبيث مفسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. واستمعوا رعاكم الله إلى هذه القصة التي فيها عبرة وعظة في كيفية تعامل سلف الأمة مع النمامين الذين ينقلون الأخبار، فيما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى أن رجلا جاءه فذكر آخر بشيء من الكلام، فقال عمر رحمه الله تبارك وتعالى للرجل: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إلى هذا أبدا. فهكذا يا عباد الله، لو حرصنا على هذين الأمرين المهمين من جهة اللذين يتعلقان بجهة حفظ لسان العبد، فلا ينم ولا يسعى بالنميمة بين الناس، والجهة الثانية أن يرد نميمة النمام وأن لا يقبلها، فلو حرصنا على هذين الأمرين لوجدنا خيرا يا عباد الله، لوجدنا خيرا عظيما، لعشنا في قلة من التنافر وقلة من التقاطع الذي يعاني منه المسلمون اليوم، وله أسباب كثيرة، ومن أعظمها ما أشرت إليه وذكرت به إخواني في هذه الخطبة يا عباد الله.